إذن أعزائي، نحن قمنا بإنشاء هذا القسم جيد بشكل أو بآخر باستخدام طرق التي نعرفها بووردبريس. طبعا هذا القسم أنا أريد تحويله لبتن، فبكل بساطة يمكن أن أقوم بتحرير الموقع هنا والصفحة الأمامية بهذا الشكل، وهذا هو القسم. إذا قمت بتحديد هذا بهذا الشكل و ثم جلبت about us ونسخ، وثم ذهبت لموقعي ولملفاتي وذهبت إلى الأنماط، فيمكن أن ننسخ النمط الموجود هذا وأسميه مثلا about us، يعني أنشئ نسخة منه اسمها about us، وثم أقوم بفتح ذلك هنا، فسنسميها about us، وهذا السلاج about us. أما بخصوص هذا كله سأمسحه وأضع هكذا. الشيء الذي يجب أن نقوم بتغييره هو الإيمج كما اتفقنا، حتى نجعلها يعني الإيمج نجعلها قابل هذا النمط أن ينتقل لموقع آخر. فسنمسح الID بهذا الشكل، وبالإيمج سنمسح كل شيء موجود بداخلها بهذا الشكل فقط. فالآن أصبح لدينا نمط. الآن لو ذهبنا إلى التمبلت وتحديدا إلى الفرونت بيج، فهنا يمكن أن ننسخ النمط السابق ونغير الاسم، فهذا اسمه about us. جيد. فإذا الآن مجرد أنني أعد إلى هنا وأقوم بالتحديث بهذا الشكل وقمت بنقر على هذه النقاط ومسح التخصيصات جيد وحفظ، فيفترض الآن بالجهة الأمامية أن أرى هذا النمط أيضا لكن بدون الصورة، وهنا ليس لدينا الصورة. طب إذا أردت وضع الصورة بكل بساطة هنا يمكن تغيير الصورة بشكل هذا هو جيد. والصورة الأولى ماذا كانت هنا؟ لا أذكر ماذا كانت، لنرى ربما هذه كانت، وتحديث وحفظ. فإذن الآن تحديث، فإذن الآن كل شيء جيد جدا، هذا ممتاز. النقطة الثانية لدينا هي هذا السكشن. إذا هذا السكشن لاحظوا فيه صور أيضا، وفيه نفس الفكرة هذا العنوان. طبعا بوقت سابق كان لدينا هذا العنوان أيضا قبله هذا الشيء هذا الموضوع، فيمكن أن نقوم بإنشاء ستايل مخصص لهذا الموضوع. فإذا ذهبنا إلى functions، ملف functions، فهنا قمنا بregister style للبتن هنا. يمكن أيضا أن نقوم بregister style لشيء آخر، للheading والheading، لأن تلك heading وهذا heading. نسمي هذا الstyle مثلا LWN photographer heading، وهنا سنكتب theme heading. جيد. والheading يكون اسمه LWN block heading، وهنا is style LWN photographer، وهنا heading أيضا هكذا اسمه. وهنا سأمسح هذا لأني يعني أخذتها من شيء آخر بهذا الشكل، وسأمسح هذا أيضا، وهذا الكلر أحتاجه فسأبطيه هنا. جيد. سأمسح الآن أعزائي، أريد أن أقوم بإضافة style بشيء هنا before الheading. أنا فعلياً أريد إضافة content، وهذا content يكون هو عبارة عن هذا الشيء الموجود هنا، هذا الذي هو إذا قمت أنا بinspect element من جهة القالب هنا. فإذن لاحظوا هنا content الheading before أخذها هكذا، لكن من أين جاءت هذا؟ إذا لدينا هنا before، هذه البيفور فعليا، لكن هو أعطاها، لاحظوا أعطاها border، أعطاها أعتقد background color، نعم أعطاها background color وأعطاها width وhight. يمكن أن نطبق هذا نفسه، يعني أنا فكرت أن أعطيها dashes فقط كبيفور وهذا أسهل. فمثلا لو كتبت هكذا dashes هكذا جيد. والآن لو ذهبت لموقعي من هنا من الصفحة الأمامية وقمت بالتحديث، لاحظوا هذا لدينا حول الموقع. إذا قمت بتحديدها بهذا الشكل، لاحظوا أنا كتبت هذا سأمسحه. جيد. لو كتبت theme heading، لاحظوا أضاف نفس الشيء. فإذا حفظ
حفظ، وعدت إلى هنا وتحديث، لاحظوا أضاف نفس الشيء لكنها مثل داشز هنا أصبحت. هو فكر بها أن تكون كخط مستقيم بهذا الشكل، وأعطاها position absolute. طبعا لا حاجة أن يكون لها position absolute، لا حاجة لذلك، فقط تضيفها. فإذا أكتب مباشرة، أن أكتب width 95 بيكسل و height وضعه 1 بيكسل، وهنا الكونتنت لا شيء، وهنا أكتب display inline look جيد، وهذا ستكون هي الباك جراوند. إذا قمت أنا بالتحديث هنا، لاحظوا هاي نفسها، نفس الشيء الذي كتبه، لا داعي للأمور التي هو كتبها absolute وكذا. هو أحيانا يزيد ربما، يعني المصمم هنا يستخدم الطرق القديمة وليست هنالك بدائل الآن. فإذا أصبح لدينا هذا الموضوع جيد جدا، فإذا قمنا بإنشائه.